السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جات لكم اليوم بوصفة جديدة تقليدية الناس كامل يحبوها، اللي هي مزلوف لكن بطريقة مختلفة. هنا كما قلت لكم نض الصباح خبط في قلبي بوز اللوف، مانيش عارفه تفكرت العيد الكبير ولا ما على باليش. دونك جي ديسيدي رحت شريت البوشي نتاعي وشريت راس بوز اللوف مشوط ومنقي وكل شيء. زدت انايا كي جيت لهنا عاودت غسلته بالماء، حكيته بشويه ملح والخل، خليته شويه في هذاك الخل نتاعو، زدت عاود شللته وقطرته. شوفوا لهنا راه فريمون هايل، اذا هو راه كسرهولي فريمون فان مورسو. دونك حنا واش راح نديرو؟ الوصفه تاع اليوم راح نديرو بوز اللوف في الفوق مع لي بوم دو تيغ مع البطاطا. هي وصفه رائعه، يعني مختلفه شويه على الطريقه التقليديه، بصح صدقوني بنينه بزاف. انا صيدها في العيد الكبير وما كانش عندي الفرصه باش نصور، راكم عارفين تغنجيقه تاع العيد شويه تعبتو، مي اليوم راني بلوز اليز وحبيت ان نشارك معاكم هذه الوصفه تاع بوز اللوف في الفرن مع البطاطا. اذا اول حاجه لازم نغلي بوز اللوف نتاعي. دونك لهنا نحكم بيان سور اون كوكوت مينوت، انا نستعمل لا كوكوت مينوت باش نربح الوقت، اللي عنده قدره يطول شويه باش يطيب. دونك هنايا اللي تكون عندها كوكوت مينوت كبيره شويه على هذه تقدر تبدلها كلش، سينو دير على زوج خطرات، دير على زوج خطرات ولا دير دو كوكوت اللي عندها دو كوكوت كيما انا عندي دو كوكوت. اذا واش راح ندير معاهم؟ نعمرهم بشويه ماء وندير معاهم ثوم، شويه فلفل حار، وغريقات تاع الرند، ملح، فلفل الكحل. وكاين اللي يدير يجيب الغليه هذاك الماء، نشوف شويه الرغاوي، نحي هذيك الرغوه وندير له قطيره زيت باش ما يفادليش. من هنا شوفوا البوزلوف تاعنا راه طاب، شوفوا هنا فولو ديزوسي، يعني نحولوا العظام. دونك العظم هذا يطير وحده، شوفوا راه طاب فريمون مخ، نسيو نديزوسيوه خلوه شويه يبرد باش ما تنحرقوش. من بعد نقطعو نخلوه دي مورسو شويه كبار، يعني ماشي صغار، نحتفظو بيهم. بعد نجوزو نشوفوا التتبيله اللي راح نديروها. اذا هنا نحضروا التتبيله اللي نديروها، لا ماريناد اللي نديروها في البوز اللوف تاعنا. اذا عندي هنايا مغرفه تاع طوماطيش مصبره، مغرفه صغيره تاع لا موتارد، وعندي راس ثوم كميه معتبره لان البوز اللوف يستحق ثوم. والتوابل عندي فلفل احمر، قزبر، فلفل الكحل، والكمون. هنا الملح ما نضيفش باسكو راح نزيد لهاد العقده، ها بلوتو لهاد الماريناد. راح ندير هذا الماء تاع وزلوف لي طاب فيه، هو راه ديجا مالح راني صفيتو. دونك نخدم هاد التتبيله نتاعي، الماء نحطها فوق بوز اللوف نتاعي، نخليه من الأحسن نوجدها من قبل، ديرها في فريغو وخليه تشرب هذاك بوز اللوف، يشرب مليح مليح التتبيلة، واللي ما عندوش الوقت يديرها ديراكتومون. فوالا، نسيت هنا نضيف لها شوية قزبر معدنوس. ورشة تاع قارص، اللي ما عندوش القارص يقدر يدير مغير فاخل. فوالا،
اذا نخلي مغرفه ولا زوج من هاد التتبيله، باسكو راح نديرو بالبطاطا. نخلطو مليح، نديرو في الفريغو ساعه ولا نص ساعه حتى يتشرب مليح هذا كامل التتبيله. انا من احسن نستعمل يدي. ندخل مليح، فوالا، ندير بابي سيلوفان ونديرو في الفريغو. هنا اونتخ طون نحكم حبيبات تاع بطاطا، نقطعهم رقاع كلها هنا، نلحم شوية، نديرلهم شوية زيت الزيتون ولا زيت نورمال كيما تحبو، ونخلطهم هكذا، فوالا. نغطيهم ونديرهم في الفوغ يطيبو نص ديال هنا بلا ما ندير حتى ما. اللي ما عندوش هذا الغطاء يدير بابي الومنيوم. هنا التتبيله اللي خليتها شويه للبطاطا، نزيد عليها حبيبه طوماطيش صغيره، هنا الملح، من بعد ذوقوا. يعني ما درتش الملح، درت اونيكمون التوابل. وهنا اللي ما عندوش بروبليم دو كوليسترول ولا يقدر يزيد هذيك المرقه اللي الصوص اللي طاب فيها البوز اللوف، انا باه ما تجينيش ميدوم بزاف هذا لو بلا، نضيف عليه شويه ما برك هكذا، غير شويه فوالا، ونسقي به كامل هذيك لا بوم دو تير بطاطا اللي راهي طايبه نص طياب، وتزيد تكمل بعد مع البوز اللوف في الفوغ. هنا بعد ما طابت البطاطا نص طياب، نحكم هذيك التتبيله اللي زدت لها شويه طوماطي شويه ما، نفرخها على البطاطا. حتى تشرب مليح هذيك البطاطا، تتبلها مليح. ريحة ما عندي ما نقولكم. نحكم هذاك بوز اللوف نتاعي، هنا راه برد لي باسكو درتو في الفريكو، نحط لي مغصو هكذا، انا ما درتوش كامل، خليت شويه باسكو طلع هنا شويه صغير. فوالا، ودركا نعاود نرجعو للفوق باش يتحمر. هنا ما نغطيهش، دونك تقريبا البطاطا راهي قريب تطيب، هذا راه طايب، توتي برسك توتي، يعني كلشي راه طايب، دونك نزيدو غير هذا باش يتحمر لهنا، يجي مجمر تخي تخي بيان. نديرو في الفوق ونعاود نخرجو، نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الطبق نتاعنا اللي هو بوز اللوف في الفوغ بالبطاطا. اذا انا هنا زدت له رويه صحار، وديجا لاصوص راهي ديجا حويره، زدت له راس حار، دونك لمحبين الحار صدقوني الوصفه هذه بنينه بزاف، مختلفه شويه على الطريقه التقليديه. وراني درت لكم اليوم كشغل، جبت لكم بنت العيد الكبير. اذا شهيتكم الصحه والهنا حبيباتي، نتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشجعونا بلي لايك وبالاشتراك اذا كنتوا تشوفوا القناه لاول مره. اذا بقاو على خير.